كان في كلام كتير ان لو كان الكيد اتفتح في نادي الزمالك السنه اللي فاتت دي كان يعني كان بنسبه كبيره كان الموضوع شبه خلصان. كان شبه خلصان، بس كان في اتفاقات رسمية يعني مع مسؤولين في النادي. كان الوكيل بتاعي تمام. يعني كنت يعني وبرضه ناس تانية كنت عارف منهم ان الموضوع وصل لحته اللي هو يعني خلاص، تمام. بس موضوع الكيد والكلام ده كله طبعا اخر كل حاجه. مضيت؟ لا ما مضيتش، ده في وقت اوسوريو يعني قبل لا بقية كان لسه اوسوريو ما كان جاش، لسه ما جاش. لا كان في وقت فيريرا. لكن القيد هو اللي كده منع، هو اللي منع طبعا. قيد الزمالك ولا قيد ام لا بي؟ كده الزمالك، قيد الزمالك، قيد الزمالك، وبرضه كان هتبقى مشكله كده انبي برضه، قيد كان ام بي الاثنين برضه كانت كانت هتبقى الاثنين مشكلة. هتعمل مشكله طبعا. اتعاملت ازاي مع فكرة ان انت قريب من الزمالك وبعد كده ما كملتش؟ لان دي بتبقى برضه حاجة بتشغل الدماغ طبعا يعني. يعني انا جات عليا اخر فتره في الموسم برضو، اول سنه ليا اسمك يرتبط بنادي كبير زي نادي الزمالك او نادي الاهلي، فبيبقى بياخد من تركيزك برضو شويه. بس وصلت بقى المرحله اللي هو خلاص بقى خلاص، ما ينفعش بقى تضيع كل اللي انت عملته في الموسم، وبالذات في هنا في مصر ممكن اخر 6 ماتشات في الدوري دولت ينهولك موسم كامل انت تعبان فيه. صح، يعني انت لو عملتهم وحش الماتشات يبوظوا كلها كل اللي اللي انت فات. تعبت فيها دي ولا كأنها موجودة خلاص. صح. فاللي هو بقى خلاص انت اشتغل بقى على 6 ماتشات ايوه واللي عايزه ربنا هيكون في الاخر. ايوه انت ونعم بقى بالله. موجود في نادي الزمالك، موجود في نادي الاهلي، ده اللي عايزه ربنا هو هيكون. الاهلي كمان طلبك ولا؟ عشان لا كل ما ده اتكلم على الزمالك بتجيب سيرة الاهلي. يعني هو السنة دي يعني اللي انا عرفته ان في كلام، بس حاجة رسمي او حاجة زي كده لا طبعا. انت تفضل ايه؟ لا انا ما افضلش، انا يعني انا دلوقتي لعيب محترف، انا مش قصه ان انا الناديين طبعا اي لعيب في الدوري المصري طموحه ان هو يبقى موجود في نادي كبير زي نادي الاهلي او نادي كبير زي نادي الزمالك. ايوه. فانت دلوقتي على ذمه نادي، فالنادي هو اللي هيقرر. مفهوم. وانت لسه في 4 مواسم جايه طبعا مع ام بي. طبعا. بالظبط. انت هل المنتخب، لانه المنتخب انا ملاحظ ان فيتوريا كل معسكر بيضم مدافع جديد، بيطلع مدافع ويدخل مدافع، فواضح ان هو بيدور على مدافع في مواصفات معينه هو عايزها، هل حصل اي تواصل؟ هل حسيت ان في عين محطوطه عليك في ماتش من الماتشات؟ وصل لي ان يعني من النادي عندي من كابتن محمد اسماعيل وكذا حد في وكابتن تامر مصطفى ان الناس بتتفرج عليك والناس متابعاك. وقتها امتى دي بتاعتك انت، اللي هو انت بتشتغل وبتتعب الناس هتتفرج عليك، ولو وقتها جه محدش هيقف قدامك طبعا، هتلاقي الدنيا كويسة. كذا برضو حد من اللي انا اعرفهم في الاعلام يعني وكده كان على طول بيقول لي انت بيبقى اسمك من ضمن مثلا ال 40 لعيب او من تمام. في القايمه اللي هي بتبقى الكبيرة الكبيره، اللي مع بعد كده فيتوريا. بيتصفى مفهوم. فاسمك بيخرج تمام. مره ورا مره. فقلت برضو انا كده كده اللي انا اقدر اعمله حاجه واحده، ان انا اتعب واجتهد وان انا ان شاء الله ابقى موجود. وانا مظبوط. ده حلم بالنسبه لي، ان انا كمان بركز الفتره دي ان انا ليه لا ما بقاش موجود في البطوله اللي جايه بتاعت افريقيا. أمم أفريقيا طبعا تشتغل على إن بطولة خلال شهرين تكون موجود فيها من طبعا دلوقتي. اتعب واجتهد الماتشات اللي جايه كلها والماتشات اللي فاتت اتعب واجتهد فيها، وربنا يكرم ان شاء الله إن وابقى شاء الله موجود ربنا يوفقك ويوفقكم جميعا، لأن يا رب. المنتخب محتاج مواهب ومحتاج دايما رجولة ولاعيبة عارفة قيمة المنتخب.